النهاردة هنعمل مع بعض بقلاوة تركية صيامي بحشوة سريعة جدا وجميلة وسهلة. يعني صايمين محتارين مش عارفين تعملوا ايه حاجة حلوة تاكلوها في الصيام، اعملي البقلاوة دي. طريقتها بسيطة جدا والطعم لا يعلى عليه، ما تفرقش خالص عن البقلاوة الفطار. هقولك ازاي تطلعيها مكشكشة كده وازاي الحشوة بتاعتها هتكون حلوة ومميزة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنعملها هي السيرب بتاعنا، وهو عبارة عن كوباية ونص سكر وكوباية مية. نحطهم على نار ونسيبهم لغاية ما يغلوا مع بعض. لما يغلوا والسكر بتاعنا يدوب في المية، نروح عصرين عليهم عصرة ليمونة، نسيبهم غلوتين كده ونروح طافيين عليه. نبتدي نعمل الحشوة بتاعتنا، وهي عبارة عن اي مكسرات موجودة عندك في البيت. انا هنا كان عندي عين جمل وفستق، طحنتهم حلو قوي، ورحت حطيت عليهم كمان معلقتين كبار سكر بودرة ومعلقتين جوز هند مبشورين، وكمان حطيت معلقتين عسل علشان يتماسكوا كلهم مع بعض. قلبتهم حلو قوي كده، الحشوة بتاعتنا جاهزة ان احنا نستخدمها. نجيب الجلاش بتاعنا. انا هنا بستخدم النوع اللي مكتوب عليه فيلو باستري، ده احسن نوع ممكن يتعمل بيه البقلاوة، ولازم نطلعه من التلاجة قبل ما نستخدمه بساعتين علشان يكون واخد درجة حرارة الغرفة. حاجة كمان، خلي بالك الجلاش بينشف بسرعة، يعني مجرد ما ناخد الورقتين الجلاش لازم نغطي الباقي، ما تسيبوش كده من غير غطا، جيبي اي فوطة وغطيه لغاية ما تخلصي اول ورقتين وبعد كده تستخدمي ورقتين تاني. انا هنا بعمل ورقتين ورقتين، بكون مسيحة معلقتين سمنة، السمنة بتاعتي نباتية صيامي، لو ما عندكيش سمنة صيامي ممكن تستخدمي زيت. بحطها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، واروح حاطه عليها المكسرات بتاعتي وابتدي الف بيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها. بكون حاطه ستيك او اي خشبه طويله موجوده عندك على الطرف كده، ولما احط المكسرات الفها، وقبل ما احطها في الصينيه بتاعتي امسكها وكشكشها بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، واروح حطها في الصينيه بتاعتي. هعمل كذا واحده قدامك علشان تشوفي الطريقه بالظبط. نعمل واحدة تانية عشان تعرفي الطريقة. هنروح جايبين ورقتين جلاش، نحط عليهم مسحة سمنة بسيطة جدا، وبعد كده هنروح جايبين الستيك اللي عندنا او اي خشبة طويلة ونحطها على الحرف، ونروح حاطين المكسرات بتاعتنا نلفها ونكشكشها بالشكل اللي انت شايفاه ده بالظبط، ونروح رصينها في الصينية بتاعتنا. الصينية بتاعتنا هتكون مدهونة برضو بالسمنة، هنعمل الكمية كلها وبعد كده هوريكي شكلهم ازاي. كده خلصنا الجلاش بتاعنا، نحطه في الصينية وندهنه كده بالسمنة على الوش، نقطعه وبعديها هنروح حاطينه في الفرن. الفرن بتاعتنا هتكون سخنة مسبقة على درجة حرارة 180، هنحطه في الرف الوسطاني، هياخد تقريبا في حدود 30 دقيقة. لو حسيتي ان الجلاش بتاعك مخدش اللون الجلدي جميل، ممكن تفتحي عليها الشواية ثواني بس، خلي عينك عليها. هنحطه في الفرن وبعد 30 دقيقة هطلعه وهوريكي شكله عامل ازاي. هو ده الجلاش بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن، واخد اللون الجلدي وشكله حلو جدا. مجرد ما هنطلعه من الفرن وهو سخن هنسقيه بالسيرب بتاعنا، زي ما اتفقنا ان السيرب بتاعنا كان بارد، الجلاش بتاعنا سخن، هنسقيهم، هنسيبهم بالظبط في حدود 5 أو 10 دقايق. لو عندك اي مكسرات بقى زينيها كده في الوش زي ما انا عملت، انا كان عندي فستق ورحت زينته كده في الوش، وده هو منظر الجلاش كده جاهز على التقديم. ممكن يتاكل وهو دافي او تسيبيه شويه لغايه ما يبرد، هيبقى طعمه احلى كمان. جربي الطريقة بتاعتي وقولي لي ايه رأيك، يعني لو صايمين ومحتارين ومش لاقيين حاجة صيامي تعمليها، جربي البقلاوة التركية بالطريقة السهلة البسيطة دي، جربيها وقولي لي ايه رأيك، واشوفك مرة تانية مع حاجة جديدة، ويلا باي.